الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحق المبين. عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي البحر عظمته وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته وعذابه وفي الكون آياته وآلاؤه. يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، أنت المرتجى وإليك وحدك ترتقي صلواتي. يا خالقي، ماذا أقول ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي؟ يا خالقي، ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأناتي؟ أنشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا أبا القاسم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، احين اللهم على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. خير ما أوصي به نفسي وإياكم تقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، كان الحديث في الجمعة الماضية حول الإسراء والمعراج، حول هذه الرحلة العظيمة والمعجزة الخالدة التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. تناولنا في الرحلة متى وأين وكيف، وتوقفنا عند بعض المحطات التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذه الرحلة وهذه المعجزة أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، فأثبت لنا سبحانه وتعالى رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس في سورة الإسراء، وأثبت لنا تبارك وتعالى رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى في سورة النجم. وجاءت السنة النبوية المطهرة تثبت هذه المعجزة الخالدة وتثبت وقوعها بالأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة، فهو أمر قد وقع، والتصديق به والإيمان بحدوثها أمر لازم على كل مسلم ومسلمة آمن بالله وبرسوله، والتشكيك فيها يناقض الإيمان. واليوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سأتناول وإياكم بعض الدروس والعظات والعبر التي نتعلمها من هذه الرحلة المباركة العظيمة. أيها الإخوة، أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الرحلة المباركة وبهذه المعجزة الخالدة، أراد الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون له منحة بعد محنة، ونصرا بعد صبر، وفرجا بعد كرب، ويسرا بعد عسر. هذه المعجزة إن دلت على شيء فإنما تدل على تكريم الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإظهارا
لمكانته ومنزلته عند الله عز وجل، جل ثناؤه وعز جاهه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. لهذا بدأت هذه الرحلة المباركة بالتسبيح. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان هو اسم مصدر من سبح يسبح، والتسبيح في اللغة معناه التنزيه، أي أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه جل في علاه عن كل عيب ونقص، ونزه نفسه عن مماثلة المخلوقين والأنداد، فهو الله، الله واحد متفرد في ذاته، الله أحد في صفاته لا مثيل له، الله واحد في أفعاله لا شريك له، الله واحد في ألوهيته لا معبود بحق سواه، تفرد بالكمال والجمال والجلال والقدسية والكبرياء والعظمة والحمد والثناء والمجد وكل الصفات التي اتصف بها سبحانه والتي لا شبيه له فيها ولا نظير ولا مثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ البحر كبره والموج عظمه والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم ناداه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحان الذي أسرى بعبده. نتساءل أيها الإخوة، لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى برسوله، بنبيه، بمحمد؟ لماذا وصفه الله تبارك وتعالى بعبده؟ قال العلماء: لأن رحلة الإسراء والمعراج رحلة تكريم وتشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يعادلها مقام، ولذلك اختار الله تبارك وتعالى لنبيه هذا الوصف ووصفه بعبده، لأنه أعلى مقام وأجمل وصف من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أجمل وصف وأعلى مقام يصل إليه الإنسان أن يكون عبدا لله، أن يتمثل العبودية لله، أن يكون خاضعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أعلى الدرجات التي تنالها عند الله سبحانه وتعالى، أن تعلن العبودية الخالصة لمن؟ لله عز وجل. هنا تنال أعلى المقامات، تنال أعلى الدرجات، هنا عندما تصبح عبدا لله سبحانه وتعالى تصبح حرا وتنال كامل الحرية. الإنسان حينما يصبح عبدا للبشر يصبح أسيرا، حينما يصبح عبدا لله يصبح حرا طليقا، ينال كامل حريته، بعكس الذي يعلن عبوديته للبشر يصبح أسيرا لهواه، أسيرا لشهوته، أسيرا لذنوبه، لأخطائه، للمنصب، للمال، للجاه، للزوجة، للولد. ولكن حينما يعلن العبودية الخالصة لله عز وجل ينال كامل الحرية. فأعلى مقام وأشرف مكان يصل إليه الإنسان عند الله أن يكون عبدا لله، ولهذا وصف الله تبارك وتعالى نبيه بعبده، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولو فتشنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن أعلى المقامات التي وصف الله تعالى فيها نبيه وصفه بعبده. في مقام الإسراء وصف الله تعالى نبيه بعبده فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام المعراج وصف الله تعالى نبيه بعبده فقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى.
في مقام تبليغ الرسالة وصفه الله تبارك وتعالى بعبده فقال: وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام الاصطفاء وصفه الله تبارك وتعالى بعبده فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في مجال أو مقام التحدي وصفه الله تبارك وتعالى بعبده فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن أعلى مقام وأشرف مكان يصل إليه الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، أن يعلن العبودية الخالصة للخالق عز وجل، وهي التي من أجلها وجد الإنسان، ومن أجلها خلق الجان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى أن تكون عبدا لله أن تخضع خضوعا تاما لأمر الله وأمر رسوله، أن تعبد الله وحده لا شريك له، ألا تسأل غير الله، ألا تستعين بما سوى الله، ألا تلجأ إلا إلى الله، ألا تدعو إلا الله، ألا تذبح لغير الله، أن لا تنظر إلى ما سوى الله، ألا تخاف إلا من الله، ألا تطرق بابا سوى باب الله. بالمجمل أن ينظر الله إلى قلبك فلا يجد فيه أحد سواه. هنا تكون العبودية الخالصة لمن؟ لله عز وجل. من دروس الإسراء والمعراج أهمية الصلاة. هذه الصلاة التي تصلونها فرضت في السماء السابعة، وهي الفريضة الوحيدة من شرائع الإسلام التي فرضت في ذاك المكان لمكانتها ومقامها عند الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي للأسف الشديد فرط فيها كثير من أبناء الأمة وتساهلوا في أدائها وأخروا عن أوقاتها وأضاعها البعض. للأسف بعض الإخوة آخر شيء يفكر فيه الصلاة، بعد أن يقضي حاجاته يذهب إلى دكانه وإلى متجره وإلى سوقه وإلى مدرسته وإلى عمله، ثم بعد ذلك يبدأ بالتفكير في الصلاة. هذا لا ينبغي. الصلاة ينبغي ألا يتقدم عليها شيء، أن تكون في المقدمة. الصلاة التي بعض الإخوة يمر عليه أسبوع لا يصلي الفجر في وقتها، يصلي بعد شروق الشمس، أي صلاة هذه؟ الصلاة التي يأتي الإنسان فيها متأخرا في صلاة الجمعة وقد صعد الخطيب أو في الخطبة التالية أو ما شابه ذلك، وكأنه يتفضل على الخالق سبحانه وتعالى بصلاته. صلاتك لك، الله غني عني وعنك وعن العالمين، صلاتك لك. ولذلك ينبغي أن يجتهد الإنسان في أدائها. أما من تركها فهذا يعد من أصحاب القلوب الميتة، نسأل الله السلامة والعافية. آمين. هذا خرج عن السر، نسأل الله له الهداية. فالصلاة الصلاة، من أراد أن يتصل بالله فعليه بالصلاة. إذا أردت أن ينقطع الحبل الذي بينك الممدود بينك وبين الله فتهاون في صلاتك. الصلاة التي هي نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن ضيعها لم تكن له لا نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. الصلاة التي كانت آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع الحياة، وفي الأنفاس الأخيرة يوصينا قائلا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم اجعل الصلاة أكبر همنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتربون عليها ويحافظون عليها، نحن أهلينا وجميع أولادنا وأبنائنا وجميع المسلمين. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروا فيه فوز المستغفر. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به كل ظلمة وغمة، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن ملته. أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، هذا المسجد قائم على مصدرين أساسيين. المصدر الأول هو ما نجمعه كل جمعة من أياديكم البيضاء السخية النقية التي أسأل الله تعالى أن يجعل كل جنيه في ميزان حسناتكم. فالمسجد يقوم على هذا المصدر ويغطي جزءا كبيرا
من مصروفات المسجد من فواتير وانشورانس وغيرها، والتي قد تتعدى 2000 جنيه شهريا. المصدر الثاني للمسجد هو بعض البيوت المستوقفة لصالح هذا المسجد. لدينا شقتين، ولدينا بيت في هذا الشارع يسمى بيت الخير. إيجارات هذه البيوت تعود لصالح المسجد وتغطي نفقاتنا. في الآونة الأخيرة أحد هذه البيوت يحتاج إلى ترميم وإلى إصلاحات كبيرة في داخله، وهو بيت الخير. فيحتاج هذا المسجد، يحتاج هذا البيت إلى ما يقدر ب5000. التكلفة الإجمالية 7000، ولكن توفرت 2000 جنيه والحمد لله من بعض الأخوة، أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وبقي 5000 جنيه حتى يتم ترميم هذا البيت وإصلاحه، ونستفيد من إيجارته لتغطية فواتير المسجد. فنحن ندعو الجميع إلى تغطية هذا المبلغ، وأنتم أهل لذلك ولكم السبق في بقاء هذا المسجد وفي دعمه. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع بأياد بيضاء سخية نقية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا أيها الإخوة، أريد أن أشكر الإخوة الذين تبرعوا بالكابت لصالح هذا المسجد، ونشكر كل من تواصل مع هؤلاء الأخوة وحثهم على ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يبارك لهم في أجورهم وفي أعمالهم وفي تجاراتهم وفي أرواحهم وفي أبنائهم وبناتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ذخرا لهم بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، حيث أمر الله تعالى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأول، وصل على محمد في الآخر، صل على محمد في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتول أمرنا واقض ديوننا واشف أمراضنا وأصلح أحوالنا. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأسرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ارحمنا رحمة من عندك تكفينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الطيب المبارك، اجمعنا في جنتك ودار كرامتك مع نبيينا والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفرج يا ربنا هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واحفظ المشردين والنازحين واللاجئين والجوعى والعطشى واليتامى والأيامى والحيارى والثكالى يا رب العالمين، والمظلومين والمضطهدين والمسجونين والمحتقلين ظلما وعدوانا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.